هذه الحركة لم تتوقف على الرغم من أن العمل الحكومي معطل منذ 8 أشهر، ولكنها تتأثر يوميا بشكل سلبي جراء استمرار هذا الفراغ الذي يرتد مباشرة على الناس تراجعا في أعمالهم وتزايدا في ضائقتهم المعيشية وانفلاتا أمنيا وتوترا سياسيا. المواطنون يرغبون بشدة في تغيير هذا الواقع عندما نسألهم عن شؤون حياتهم. مرحبا، كيف عم تتأثر من عدم وجود حكومي بالبلد؟ ماشي، لأنه كل شيء واقف، ما في سياحة، ما في تجارة، العقارات حتى واقفة، أشغال قليلة، أشغال على الفاضي، مي ما في، حركة الناس كلها معطلة، كتير تعيس، تعبان، شو بدي أحكي يعني. هذا المكان يفتقد إلى حركته المعتادة، وهو يشهد سابقتين، أطول فترة لحكومة تصريف أعمال وأطول مدة لرئيس حكومة مكلف لا يستطيع التشكيل ولا يعتذر عنه. فإلى متى يستطيع البلد البقاء من دون حكومة؟ يجيب عن هذا السؤال الخبير في الشؤون السياسية توني فرانسيس. مرحبا، برأيك بيقدر البلد أنه يستمر بهكذا واقع؟ طبعا شيء غريب وغير طبيعي أن يبقى البلد من دون حكومة. المشكلة أن هناك في الدستور لا نصوص على مدة محددة لتكليف الحكومة، لتكليف رئيس الحكومة بالتشكيل. طبعا الدستور يتحدث فقط عن مهلة 30 يوما تمثل الحكومة، على أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب، ولكن غير كلمة غير على لا يوجد أي شيء آخر، لا يوجد إلزام. إذن المشكلة السياسية هي في الخلاف العميق بين مختلف الأطراف. موازين القوى الحالية برأيي لن تسمح بتشكيل حكومة توافقية. يبقى أن يقوم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف باختيار مجموعة من الوزراء باختيار تشكيلة حكومية يذهبون بها إلى مجلس النواب، وليقرر مجلس النواب، فليتخذ قرار مجلس النواب قراره في هذا الوضع. فإما أن يسير بهذه الحكومة، وإما أن لا يسير، فيصبح الرئيس تمام إسلام هو الرئيس المكلف والشرعي، بدلا من أن نبقى في حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقات. شكرا. التعطيل في العمل الحكومي وكذلك في العمل التشريعي بات سمة المرحلة هنا، وثمة من يخشى تمديد هذا الفراغ السياسي لفترة أطول، وبالتالي تمديد أزمات المواطنين في كافة المجالات. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.